إذن هو مشاهدينا اهتمام كبير توليه الدولة المصرية لقطاع الأسمدة وأيضا توفيرها في ظل الاهتمام والدعم الذي توليه القيادة السياسية لقطاع الصناعة بشكل عام وتهيئة المناخ للإنتاج، تهيئة المناخ نحو الجاذبية الاستثمارية لهذا القطاع. في هذا الإطار كانت توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء المصانع الخاصة بالأسمدة بشكل عام، وطبعا الأسمدة الزيتية التي تعد هذه الأسمدة الزيتية من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، بما يساعد في تلبية هذا التوجه الاستراتيجي للدولة لتحسين جودة المنتجات بالتوازي مع زيادة الرقعة الزراعية للأراضي. للمزيد مشاهدينا ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة. دكتور محمد بعد التحية، يعني نحن هنا أمام تحديات خاصة بقلة الرقعة الزراعية نحو أيضا تحديات خاصة بالتغيرات المناخية من جانب، من جانب آخر هناك أيضا تحديات فرضتها علينا الظروف الدولية. أتحدث هنا تحديدا عن يعني أزمة كورونا، جائحة كورونا، أزمة الحرب الأوكرانية الروسية. هذا من جانب، كيف ترى جهود الدولة الاستباقية لمحاولة توفير المنتج الزراعي، محاولة التوجه نحو الأمن الغذائي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة. بالطبع الأزمات والتحديات التي تقابل قطاع الزراعة والتنمية الزراعية بصفة عامة في مصر هي تحديات وأزمات قديمة، يعني ليست وليدة اللحظة أو خلال هذه الفترة. فموضوع محدودية الأراضي الزراعية معروف أن موقع مصر الجغرافي موقع صحراوي في الأساس بحكم عدم وجود كميات كافية للأمطار للزراعة مثل الدول المصدرة للغذاء، ودي نقطة مهمة يجب عدم إغفالها تماما، أن مصر يعني المياه المتوفرة للزراعة وللمعيشة هي المياه الخاصة بنهر النيل، وفي النهاية هي كميات محدودة وثابتة لفترات طويلة. النقطة وهو المحدد الأساسي لأي زراعة أو توسع الزراعة، ورغم ذلك كما لاحظ وشاهد الجميع اليوم المساحات الشاسعة من الأراضي التي يعني وصلت إلى ملايين الأفدنة من الأراضي الزراعية المستصلحة خلال السنوات القليلة الماضية التي أضيفت للرقعة الزراعية المصرية، يعني تقريبا وتستهدف الدولة أيضا حوالي ثلث ما تم زراعته من أيام القطماء المصريين، يعني 30% من المساحة المزرعة تستهدفها الدولة، وهي في الغالب زراعة في الصحراء في مناطق صعبة في الاستثمار وذات تكلفة عالية جدا، وهذه الصحراء كانت أمام أعين الجميع على مدار عشرات السنين مضت، ولم يجرؤ أحد على الاقتراب منها نظرا لتكلفتها وللمسؤولية الكبيرة لها. ورغم ذلك استطاعت الدولة اقتحام هذه الصحراء وإضافة رقعة زراعية في توقيت في منتهى الحساسية، يعني لولا وجود هذه المساحات التي تم إضافتها للرقعة الزراعية لكان هناك مشكلة كبيرة وكبيرة جدا في ملف الأمن الغذائي المصري. نعم. فكل هذه الجهود التي قامت بها الدولة كأن يعني فضل من ربنا أولا وأخيرا، ثم اختيار موفق جدا للتوقيتات. كل هذه إجراءات استباقية بالمناسبة قبل حدوث الأزمات الأخيرة كما تفضلت حضرتك. ده صحيح دكتور محمد، أزمة صح، أزمة جائحة كورونا ثم حرب الروسية الأوكرانية. نعم بالضبط. وهي طب الناس بيسالوا طب دي ازمه في مكان جغرافي بعيد جدا عن مصر، طب ولماذا تاثرت استراليا والمانيا، ولماذا تاثرت الصين حتى ودول بعيده تماما أمريكا عن مناطق النزاع الموجوده؟ نظرا للعالم في النهايه يعني عالم واحد متداخل في معاملاته، وكل ازمه موجوده في اي مكان على سطح الارض تؤثر بالتبعيه على كل الدول. فمصر في النهايه دوله من ضمن الدول التي تاثرت وبقوه، ولولا زي ما قلت حضرتك فضل ربنا اولا والاجراءات الاستباقيه سواء كان اضافه رقعه زراعيه، زياده راسيه في الانتاجيه زي ما تابعنا كلنا وشفنا ان المحاصيل الاستراتيجيه احنا تقريبا رقم واحد او في الخمسه الاوائل في العالم بالنسبه لانتاجيه وحده المساحه من الرز ومن الذره ومن القمح ومن محاصيل اخرى مهمه.
كل هذه الجهود هي التي أدت في النهاية إلى أن ما زال هذا الملف الخطير وهو ملف الأمن الغذائي أصبح ملف آمن نوعا ما برغم هذا. قلت حضرتك في النهاية هي مجهودات يجب أن يعرفها الجميع، مجهودات هذه الدولة في ظل هذه الظروف. والناس دائما كانوا بيسألوا طب هو فين المشروعات الكبيرة، طب هو فين المصانع، هو فين فين فين. بدنا بنشوف كل يوم افتتاح مشروع كبير، افتتاح يعني جزء بيضاف لإنجازات الدولة دي في النهاية للحفاظ على زي ما قلت حضرتك ملف الأمن الغذائي، وهو ملف مهم جدا لكل الدول وليس الدول النامية فقط. واسمح لي يعني يا دكتور محمد أنا أقول إن ما يتم افتتاحه من مشاريع، ما يتم افتتاحه من مصانع، هي ليس فقط يعني هيكل لمصانع، نحن نتحدث هنا عن مشاريع تكاملية، نتحدث هنا عن مصانع متكاملة كبرى عملاقة، يعني الأمر جلل يعني. ونحن من الأهمية بمكان يتم تسليط طبعا الضوء عليه وبشكل كبير. تحدثت دكتور محمد عن الإجراءات الاستباقية الخاصة بزيادة الرقعة الزراعية، سواء كان الزيادة الأفقية أو التوسع الرأسي. أيضا هناك من ضمن مجهودات الدولة الاستباقية طبعا وزارة الزراعة تأتي في القلب منها، تطوير الممارسات الزراعية المتبعة. كيف تم في هذا الأمر؟ أتحدث هنا تحديدا عن تطوير الممارسات الزراعية، تأثير ذلك على المنتج النهائي ليس فقط على الكم ولكن أيضا على الكيف، على الجودة. تمام، حضرتك ذكرت نقطتين مهمين جدا. النقطة الأولانية أن المشروعات التي يتم افتتاحها في النهاية هل هي مجرد هيكل لمشروع ولا في أرقام؟ طبعا الأرقام خير دليل طبعا على أي شيء، للتأشير على أي شيء. فلما نتكلم على كمية أسمدة بمئات الألاف من الأطنان يتم إنتاجها من خلال هذه المشروعات، جزء منها يتم توجيهه للسوق المحلي لنظرا للتوسعات، والجزء الآخر يتم تصديره، والعائد بيكون عائد مهم جدا تقريبا. هو دكتور النبي. نعم، هو تقريبا الدكتور محمد 1,740,000 طن سنويا، اعتقد هذا هو يعني الرقم المنطقي. رقم ليس بالقليل تماما ان يتم انتاج هذا الكم. وبالمناسبه يعني انا اسف في المقاطعه، يعني احنا بنتكلم على 1,740,000 طن من كام؟ من 220,000 طن من 8 سنوات. يعني الفجوة ما بين الإنتاج ما تم كان يتم إنتاجه من 8 سنوات 220,000 طن لمليون 740,000 طن، هي يعني فجوة كبيرة جدا يعني. بالضبط، بالإضافة لأن طبعا حضرتك عارف أن صناعة الأسمدة هي في الأساس يعني بتضيف ما يسمى برفع القيمة المضافة. يعني إيه؟ الخامات موجودة كان يتم تصديرها قديما في صورة خام، لما تم اكتشاف وزيادة الطاقات الانتاجية للغاز الطبيعي المصري من الأراضي المصرية، تم يعني بدل ما أصدر غاز على سبيل المثال أصدر منتج يزود قيمة هذا الخام. وبالتالي يعني هو المصانع اللي بتتم انشائها ليس فقط لإنتاج منتج نهائي ولكن لاستغلال أو استثمار خامات موجودة في باطن الأرض برضو بنفس الطريقة لم تستغل. لو رجعنا تاني لموضوع التوسعات، الاجراءات الاستباقيه التي اخذتها الدوله ليس فقط توسع افقي او توسع راسي ولكن ايضا استغلال الموارد المائيه اللي كانت بتمثل عبء على الدوله. يعني مياه الصرف الزراعي اللي كانت بتبقى في نهايات المصارف اللي بتم في النهايه ضخها في سواء في بحيرات وبتحدث تلوث، كانت بتمثل عبء كبير لان طبعا في النهايه مصدر تلوث. طبعا لما اجي اعمل معالجه واستفاد من هذه المياه وامنع مصدر تلوث كبير واستفاد من يعني مياه كانت مهدره وتمثل خطر على البيئه والدوله في النهايه تدفع عشرات المليارات من الجنيهات، فما حدش في النهايه يسال امال هو فين المشروعات. يعني لولا هذه المشروعات، والمناسبه هذه المشروعات ليست للجيل الحالي، اي دوله في العالم بتفكر في المستقبل لازم تفكر في الاجيال القادمه لان لهم حق في هذه البلد مثل الاجيال الحاليه او حتى الاجيال السابقه. فكل دي امور يجب ان يتم تسليط الضوء عليها كما اشار فخامه الرئيس، وقال لازم الناس يعرفوا خاصه الشباب
لو خدنا مجموعه شباب من الجامعه من حتى الثانوي وراحوا مشروع من المشروعات الضخمه دي مش هيصدقوا. يعني انت حضرتك لما تبص في كل مكان تلاقي خضره على مدار عشرات الالاف ومئات الالاف من الافدنه، منظر ما حدش يصدقه. ده مش باين للناس للاسف، لان في النهايه مناطق بعيده عن الاعين والناس مش واخده بالها، فده يجب ان يتم التركيز عليه اعلاميا خلال الفتره القادمه ان شاء الله. وكمان يعني دكتور محمد في يعني مفهوم مهم أشار إليه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما له صلة بأن الشباب الصغيرة النشأ لازم يروحوا يشوفوا بعينهم ما يتم على أرض الواقع، ما يسمعوش شائعات، ما يسمعوش ناس يعني مؤدلجين يعني عايزين يودوهم في سكة معينة. لا، إحنا الشباب لازم من الأهمية بمكان أن إحنا يعني نريه المشاريع التي تتم على أرض الواقع وهم المستقبل. فيما له صلة دكتور محمد بإشراك المجتمع المدني، تحدث هنا عن مثلا أحد المبادرات مثل مبادرة إزرع، كيف لمثل هذه المبادرات أن تقوم بتحسين المنتج الزراعي، زيادة المنتج الزراعي في البلاد؟ طبعا شفنا ان في اشاره من معالي وزير الزراعه للمبادرات الوطنيه اللي لها علاقه بالزراعه، ودي مبادرات مشكوره جدا من منظمات مجتمع مدني وطنيه بتساعد في كل شؤون التنميه الخاصه في مصر. شفنا مبادره ازرع، وهي المبادره بحد ذاتها مش بتتحسب بالمساحه اللي هتضيفها بالنسبه لمساحات القمح، لكن النموذج تشاروقي محترم ما بين مجتمع مدني وما بين مؤسسات حكومية وما بين مؤسسات غير حكومية، في النهاية هذا النموذج هو نموذج محترم ومهم جدا، ويكون نموذج للتوسع فيه. يعني بعد كده نتوسع في هذا النموذج ليه؟ لأن مستقبل هذا البلد وحاضر هذا البلد هي مسؤولية كل فرد عايش على أرض مصر، سواء كان مسؤول أو مواطن عادي أو أي حد. فطالما في إمكانية لأن الناس تشارك في نهضة بلدها خلاص محدش هيتأخر أبدا. وعشان كده المبادرات دي مبادرات مشكورة، لأنها بتسبب حالة من حالات الوطنية المحترمة، مش مجرد تطبيق أو تنفيذ على 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 أرض الواقع وانتهى الأمر. نعم. دكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة، نشكرك طبعا شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات التي يعني خاصتنا بها يعني.